ايه يا سهير؟ انت مش ناوي تغدينا النهارده ولا ايه؟ يا سهير انا عملت حاجه يا سوسو؟ خلاص يا اختي بدات وصلت النكد بتاعتك وانت يا عن امك بداتها بيا سوسو قال على راي المثل فين شنبك يا عمده قال مراتي خرطته للوز انا مش قادره خلاص مش قادره هو مفيش غير بنتهم اتخطبت ولا ايه الرحمه طفلي اوعى ايه ماما في امان عايز اكل مفيش اكل قوم يلا من هنا وانا عملت حاجه يا ماما ايه يا سهير في ايه مالك النهارده يعني ما انت سامع سامع ايه يعني الزغاريت اللي جايه من بيت البنت نسرين بنت سعاد الصفرا اللي في العماره اللي ورانا طب احنا مالنا يعني ايه واحنا مالنا انت ما انتش عارف البنت نسرين دي اصغر من بنتك بسبع سنين طب وماله عادي يعني يا حبيبي غلط غلطه عمره ما انت لازم تقول عادي ما انت عايش وعلى قلبك مراوح ما انتش حاسس بالمصيبة اللي بنتك عايشة فيها يا حول الله يا رب انا عملت في حياتي بس المصيبة انك ما عملتش حاجة يا عب صبور عارف البنت نسرين بنت سعاد الصفرة اتخطبت ليه عشان ابوها بنيلها شقة في العمارة بتاعته خلى كل 48 ساعة يجيلها عريس ده غير العربية اللي كتب باسم العريس أول ما خطبها تقدر تقولي أنت عملت إيه لبنتك بعد 30 سنة خدمة في شركتك تقدر تعمل لبنتك نص اللي عمله أبو نسرين بنت سعاد الصفرة والآن إلى الثلاثية الشهيرة أخطب لبنتك أمال ليه الناس بتقول أخطب لبنتك إحنا بنشتري راجل عمر كلمة إحنا بنشتري راجل دي ما عدت عليك في منهج ثانوية عامة إن كان دماغها بيوجعها على رأي المثل إن كان دماغها بيوجعها سيت أبوها ينفعها تن تن رارن تن تن اتصرف يا عب صبور اتصرف البنت هتعنس وتقعد في قرابيزنا زي الحلف القفا وأنا أعمل لك إيه يا شوية معرفش تعمل إيه دي مهمتك انت الراجل شوف لك شغلانة اضافية بعد الدور سافر لك اي بلد عربي قيمة سنتين 23 يا اما والله العظيم 3 هترجع في يوم مش هتلاقيني في البيت انا تعبت اتخنقت احسن تيتا البيت كده شكله هيتخرب على ايدي يا تيتا ان شاء الله يا رب يسمع منك ربنا ده انا كنت اوطى على ايدك ورجلك ابوسها كل يوم لحد ما اموت على الاقل هخلص من امك ده يبقى يوم السعد والهنا عندي